صحتي راسماني، غادي نتكلموا على طنين الاذن اللي عاده كنعانيو من هاد الطنين ديال الاذن اللي كيكون مصحوب بعض الاحيان بوجع ولا الم اللي كيكون متفاوت ما بين البسيط والعادي، وكيتسبب للناس هاد طنين الاذن يعني بواحد كنقولوا ديرانجمون، يعني هاد الطنين ديال الاذن كنعرفوش شنو هو السبب ديالو. معنا اليوم الدكتوره اديبه بن حدو الاندلسي، أخصائية في أمراض الأنف والأذن والحنجرة وكذلك الوجه والعنق بالدار البيضاء، اللي غادي تشرح لنا يعني السبب ديال طنين الأذن وكذلك الأعراض ووسائل العلاج والوقاية. ممكن توصلوا معنا على رقم 0537 70 59 39. صباح الخير دكتورة أديبة، وشكرا جزيلا على تلبيتك الدعوة. هذا واجب. صباح الخير مستمعينا الكرام. شكرا لك. اذا بدايه دكتوره اديبه، ما هو طنين الاذن؟ كيفاش نفسروا ونشرحوا للناس شنو هو بالضبط طنين الاذن؟ نعم، الو، طنين الاذن هو اي صوت كيتسمع في الاذن واللي الانسان كيسمعه بوحده وما كيسمعه معاه حتى شي حد اللي داير به. الناس حسب في التشخيص كيبدا يقول لك عندي صداع في ودني. صداع راه الم، ولكن طنين الاذن ماشي الم، تيكون واحد الصوت اللي كيقدر يكون على شكل على شكل يا اما صوت غليظ صوت رقيق، يعني دي زيغو او دي غراف. سيتادير كاين اللي كيبدا يفسر كيقول لك كنسمع بحال كوكوط في ودني، ولا كنسمع بحال صفاره في ودني ديالي، اولا كنسمع شي موتور ولا شي هذا دايز يعني في الودن ديالي وباستمرار. الشخص في الاول كيسحب ليه، واش كلشي كيسمع داك الصوت؟ يعني هو كيسمعو بوحدو بيتسائل وهو تيسمعو غير بوحدو. يعني اي صوت كيتسمع في الودن، لان الودن نورمالمون كنسمعوا الاصوات الخارجيه، ما هي ما كتصدرش، ما خصهاش ملي كتكون في صحه جيده والسمع كيكون 100% ما كتصدرش اصوات. ملي كتسمع ملي كيتصدر هذا الصوت هذا كيوقع واحد الازعاج. يعني كاين بعض الناس اللي كيبقاو مركزين غير على هذاك الصوت اللي في الودن، لان كيقدروا يوصلوا حتى انهيارات عصبيه بسبب هذاك الصوت، لانه كيقدر يكون مزعج لان ما كيعرفوش المصدر ديالو اشنو هو، فعلا كيكون مزعج بالنسبه لهم. وحتى الجهد ديالو، يعني لانتنسيتي ديال داك الصوت كتختلف من انسان لاخر. كاين اللي كيسمع هذاك الصوت غير في الليل. علاش في الليل؟ لان في الليل كيكون ما كيكونوش اصوات خارجيه، كيكون مركز مع داك الصوت اكثر، عاد كيسمع هذاك الصوت مزيان. ولكن كاين اللي الصوت تلمو عنده مجهد اكثر من الاصوات المحيطه بنا، حتى كيقدر يسمعوا بالليل وبالنهار. نعم. الاسباب ديال حدوث طنين الاذن دكتوره اديبه؟ الاسباب ديال طنين الاذن متعدده. علاش؟ لان خصنا نعرفوا ان الاذن كتنقسم لثلاثه ديال الاجزاء. كاين الاذن الخارجيه، هي اللي كنشوفوا لو بافيون دو لوغي اللي كيبان لنا على برا، والشعبه ديال الودن. وكاين الاذن الوسطى اللي فيها الطبل ديال الودن، الطبله ديال الاذن، واللي لاصقين فيها العظيمات، واللي فيها واحد بحال اون تيب كاس، يعني واحد الفراغ في وسط العظم. هذاك الفراغ يكون مملوء بالهواء وعنده اتصال بواحد الجعبه مع الانف. وكاين الاذن الداخليه اللي فيها القوقعه وفيها مركز التوازن، واللي فيها هذه القوقعه هي اللي كيخرج منها العصب السمعي اللي كيدوز واحد القناة اللي كيوصلوا للدماغ. إذا ملي كيكون طنين الأذن خصنا نطمئنوا على الأذن الخارجية والوسطى والداخلية، حيث هذا الطنين يقدر يجي يصدر يا إما من الأذن الخارجية أو الأذن الوسطى أو الأذن الداخلية. لهذا تيخص ولا بدا تشخيص عن طبيب الأنف والأذن والحنجرة. أول تشخيص كيشوف يعني الودن، الجعبه ديال الودن. بعض المرات كيقدر يكون غير الشمع، غير السمق ديال الودن مجموع فيها، اولا جسم غريب قطن، ولا كاين اللي شي حاجه اللي دخلت للودن، كاين اللي كيدير شي حاجه دخلت للودن مبلوكيه هذيك الجعبه ديال الودن، كتقدر تصدر
الاصوات كيقدر يحس داك الصوت بصوت غريب في الودن. كيخصنا نطمئنوا على الودن الوسطى اللي غادي كيمكن لنا نشوفوا بالعين المجرده او بالمكبر اللي عندنا في القاعه التشخيص الطبله ديال الودن، ولكن من على برا يعني الداخل ديالها ما عندناش فكره عليه. باش يكون عندنا فكره عليه كاين بعض عاوتاني كنديروا بعض التخطيط ديال الودن ونعرفوا الودن الوسطى اشنو فيها. اما الودن الداخليه هذيك خلاص ما يمكنناش نعرفوها، يا اما بال يا اما بالاشياء يا اما بالصدى، لا ماشي الفحص بالصدى، الفحص بالمغناطيسي او لا سكانير او لا في الاول يعني عند في التشخيص الاول عند طبيب الانف والحنجره ملي كيدير التشخيص ديجا بالعيني كيشوف شنو كاين في الاذن الخارجيه ولا بدا تيخص العبار ديال نعم. حيت العبار ديال السمع هاد التخطيط ديال السمع ما فيهش غير تخطيط يقول لنا واش كنسمع ولا ما كنسمعوش. حتى الحاله الصحيه واحد ديال الاذن والسمع ديالنا وكيعطيك حتى بعدا ديجا نو كيعطيك التخطيط الاول اللي فيه طبله الاذن واش كيتحرك مزيان، واش كيعطي واحد لاكورب اللي كتقول لنا على ان الطبل كاين من موراه الهواء اللي خص يكون موراه الهواء ما خصش يكون موراه افرازات او لا موراه شي الماء او شي حاجه اللي موراه الطبل، لان اللي كتقدر تعني لنا انه كاين واحد المشكل في القادوس اللي كيدير افرازات للانف. نعم داك الجعبه اللي كدير افرازات للانف. يعني هذاك التخطيط ملي كيكون عادي كنعرفوا ان وراء الطبل عادي. وكاين تخطيط ديال السمع ولكن تيكون اون ديتاي كيكون يعني كيعطيك الدبدبات ديال الاذن اللي هذوك الدبدبات اللي كنحتاجو في السمع ديالنا. نعم. اليومي وكيعطينا شحال قياس ديال السمع ديال كل دبدبه، يعني شحال كتسمع شحال كتوصل لينا ديال السمع، يعني في هذاك ملي كنديرو داك العبار ديال السمع كنعرفو شنو هي اقل نسبه الانسان من كله يسمعها. ومن بعد هذا التخطيط كنعرفو شنو هي النسبه المئويه ديال السمع. اللي خصنا نعرفو ان هاد اي خلل ديال السمع اللي جاي من الاذن الوسطى او للاذن الداخليه كيعطي الطنين ديال الاذن. وكاينين بعض الاسباب اللي عندها حلول وكاين بعض الاسباب اللي ما كنلقاوش ليها حلول. نعم، شنو هي الاسباب اللي كنلقاو لها الحلول والاسباب اللي ما كنلقاوش ليها الحلول؟ الاسباب اللي عندها الحلول اسباب جراحيه، يعني الا شفنا في الطبل ديال الودن درنا العبار ديال السمع وجانا انه ناقص من هذاك الطبل ديال الودن والعظيمات ديال الودن اللي كيديو الصوت الاذن الداخليه، هنا تنشوف واش كاينه ان كوليسياتوم، يعني واحد بعدا ديجا كيبان لنا في واش كاين ثقب في الاذن. الا كان غير ثقب في الطبله ديال الاذن كيقدر يعطي هذه الحل ديالو جراحي. كيقدر يكون واحد السوسه ديال العظيمات الكوليسياتوم العظيمات ديال الودن اللي تما تنقصوا سمعيتو تيقدروا يترافقوا حتى هما بطاني الاذن، الحل كيكون جراحي. كيقدر يكون لما وراء الطبل ديال الودن كيجي من خلل في الانف، يعني كيكون اختناق في الانف اللي ما كيخليش هذوك الافرازات ديال الودن يهبطوا الانف، كيبقاو وراء الطبل ديال الودن ما تيتحركش مزيان، دونك تعطي واحد النقصان السمع. هذاك النقصان حتى هو عنده حل جراحي. يا اما تنحلوا الطبله ديال الودن وكنحيدوا هذوك الافرازات وكنحطوا واحد العقيقه اللي كتنسس، وهذه المساله هذه كنشوفوها اكثريه عند الاطفال. هذه الحاله ديال الماء وراء الطبل ديال الودن كونت جو دي الماء راهم افرازات ماشي علم عادي، ماشي الماء ديال اللي غادي يدخل للغسيل الودن، يعني الواحد كيغسل يخليه الماء، لا هادشي كيجي من الانف، كيكون اختناق في الانف يا اما من الجلود عند الصغار ولا الجلود ديال الكبار لي بوليب، اولا كيكون حساسيه ديال الانف اللي كتعطي اختناق مستمر وكتعطي خلل في الاذن. نعم، هادو مسائل جراحيه. وكاين كاينين المسائل حتى هي جراحيه ملي كيكون شي في العصب الاذن كتكون فيه شي ورم ولا شي حاجه اللي كتعطي هذاك الصوت، هو كيكون عنده حل جراحي. وكاينين العظيمات ديال الاذن كيكون بعض المرات واحد العظم اللي التالي اللي كيكون لاصق في الاذن الداخليه كيكون مبلوكي، وهذا كله تيمكننا بالتخطيط ديال السمع اولا بالسكانير كنشخصوه حتى هو عنده حل جراحي. نعم نعم، يعني المضاعفات ديال هذا المرض دكتوره اديبه. الوغ الطنين الاود ماشي مرض، الطنين الاود سي ان سيمبتوم اللي كيقدر عرض من الاعراض، سيمبتوم يعني عرض من الاعراض اللي كتقدر تعطينا يعني تخلينا نكتشفوا بزاف الانواع الامراض. نعم، يعني يقدر يكون هو بحد ذاته ماشي مرض، يعني يقدر يكون وراء ذلك مرض اخر.
فوالا كيقدر يكون لان كان مشكل في الاذن الداخليه وكيكون السمع ناقص اذن وحده كنقدروا منين نديروا التشخيص المغناطيسي نلقاو ورم على اللي كيقدر يكون في العصب السمعي الداخل في الدماغ. رائع. هذا الشيء بون ماشي شي حاجه اللي كثيره بزاف ولكن كاينه. ماشي زعما هنا ماشي تنخلعوا المستمعين راه اللي عنده الطنين عنده هذا لا، ولكن ما تخصناش نستهونوا عاوتاني بالطنين ديال الاذن ولا بدا التشخيص عن طبيب الاذن والحنجره ولا بدا من ديروا التخطيط ديال السمع. وإلا كان التخطيط ديال السمع فيه شي مشكل ولا بدا ما كنديروا ديك الساعات كنديروا الراديوات اللي باش قدرت توضح لينا شنو هو المشكل بالضبط وشحال من مره كنديروا هذا الشيء كامل وما تلقاو حتى شي حاجه يعني السمع مضبوط يعني تيكون التخطيط المغناطيسي او السكانير ما فيه حتى شي مشكل يعني ما كاين حتى شي ورم ما كاين حتى شي مشكل ولكن كيكون هذا الصوت هذا هنا كيكونوا ديزاكوفين اسانسيال يعني الطنين اللي ما عندوش سبب وهذا الطنين اللي ما عندوش سبب كيكون كنلاحظوا عند الناس اللي كيكون عندهم توتر كثير اللي كيكون عندهم الضغط بزاف في الخدمه الضغط في الحياه ديالهم كيكونوا عندهم مسائل ولكن ما تيخصناش نقولوا راه هذا راه عنده الطنين صافي راه عنده مشكل في نساني ولا مشكل هذا ولا بدا من التشخيص قبل ما نوصلوا للمرحله عند التشخيص ويكون ما فيه والو باش عاد نقولوا راه هذا الطنين اللي ما عندوش سبب. بالنسبه لوسائل الوقايه دكتور عديبه هذا سؤال مهم بزاف اللي خصنا اللي شرتي ليه لانه خصنا نعرفوا ان التعرض للاذن لاصوات مجهده تقدر تستحملها كيعطي الطنين تلاحظوا الا مشينا لشي عرس ولا هذا وجلسنا حدا شي باف راه الليل كامل غيبقى واحد الطنين ديال الاذن ولا غدا من بعد كتكون واحد فوالا هو راه ماشي طبيعي لانه هذاك بحال درتي بحال درتي اون اغريسيون يعني ديال الاذن عطيتي فيها اصوات اكثر من اللي تقدر ما تستحمل هذا علاش تنشيرلو لان دابا دابا لي زادوليسون اي تو دابا لي جون عندهم كيقدروا كيديروا لي زيكوتور وكيطولوا كيطلعوا الصوت فيهم راه يقدروا يديروا مشكل ديال الطنين الاذني يبقى مرافقهم طول الحياه لانه تيهرس السمع تينقص السمع حتى الواحد لا دار السماعات ديال باش يسمع احسن تيخصوش يطلع يعني الصوت بزاف باش ما يهلكش العصب السمعي ديالو. نعم نعم يعني هكا يمكن لينا دونك الوقايه هي ما نعرضش الودن ديالي لاصوات عاليه اللي تقدر تعطي خلل في الاذن الداخليه وفي العصب السمعي. اذا دكتوره اديبه بن حدو الاندلسي شكرا جزيلا على هذه النصائح القيمه وعلى تلبيتك الدعوه وانك شرحتي لنا شرح يعني مبسط هذا المشكل او السيمبتوم ولا العرض ديال طنين الاذن وكذلك وسائل علاج والوقايه. شكرا جزيلا والى فرصه قادمه بحول الله.